لمتابعة آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية تنضم إلينا شبكة مراسلينا وتحديدا من مدينة الفيف موفدنا أنس الصبار، ومن الحدود البولندية الأوكرانية موفدنا أشرف سعد. أما من الحدود الروسية الأوكرانية فتنضم إلينا مراسلتنا أريج محمد، ومن موسكو موفدتنا منى أبو دياب. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك أنس، إذا يعني كان هناك فتح للممرات الإنسانية يجابهها، أو يعني كان هناك تعقيدات على المقلب الآخر، ما الذي يمكن رصده، ويعني ما هي آخر التطورات التي تصلك؟ بالفعل تطورات متسارعة. علمنا قبل دقائق من مصادر محلية بأن هناك حشد كبير لقوات روسية تحديدا في محيط إربين إلى الشمال الغربي من كييف. هذا الحشد مختلف عما كان عليه الحال في السابق. هذه المصادر بعضها عسكرية يتحدث الآن عن أن قوات من النخبة وصلت إلى تلك المناطق، المئات، بعضهم من قوات شيشانية وأخرى من قوات روسية خاصة ستحاول كسر المقاومة الأوكرانية التي تبديها تلك القوات منذ أيام على ذلك المحور الذي على ما يبدو كان موضع تركيز للقوات الروسية خلال الأيام القليلة الماضية. هذه القوات الهدف من وصولها وفقا لتلك المصادر هو الوصول إلى المربع الحكومي في كييف، دخول العاصمة خلال الساعات المقبلة. هذه العملية العسكرية من الجانب الروسي استغرقت وقتا طويلا ولم تنجح، على الأقل فيما بدا هدفا مهما لموسكو وهو تغيير النظام في أوكرانيا. حتى الآن المصادر تتحدث عن أن هذه القوات تعززت في تلك المناطق، أيضا إذا ما قرأنا ذلك بالتزامن مع فتح الممرات الإنسانية والتي بالفعل قد بدأ العمل فيها في بعض المناطق، لكن هناك حديث من الجانب الأوكراني بأن أي استهداف لهذه الممرات الإنسانية سيعقد من عملها وبالتالي قد يتم إلغاؤها. ما هو مؤكد هو أن هناك بدء للتحرك في عمليات الإجلاء من سومي باتجاه بولتافا. هناك تعليق مهم جدا للرئيس الأوكراني الذي يتحدث عبر وسائل إعلام أوكرانية تتناقله وكالات الأنباء، ويقول بأن هناك خيبة أمل كبيرة من الغرب الذي رفض وقف أو على الأقل حظر الطيران في الأجواء الأوكرانية. إغلاق الأجواء الأوكرانية حسب زيلينسكي سيؤدي في نهاية المطاف إلى استهداف المزيد من المدنيين. هذه المعلومات تتزامن مع بيانات أخرى من الجانب العسكري الأوكراني تقول بأن القوات الأوكرانية المتواجدة في محيط كييف وتحديدا عند مدخلها الشمالي الغربي تنقصها الذخيرة، وهناك حالة إعياء ربما لعملية بالنظر إلى الوقت الطويل من القتال الذي تخوضه القوات في تلك المنطقة. هذه التطورات إذا ما ربطت بتصريحات زيلينسكي الأخيرة فهي تؤشر على أن تقدما محتملا للقوات الروسية قد يحدث خلال الساعات القليلة المقبلة. الترجيحات تقول بأنه ربما وعند انتهاء الساعة عمليات الإجلاء أو توقف عمل الممرات الإنسانية الذي حدد بالساعة التاسعة مساء قد تبدأ عملية عسكرية روسية تتجدد. من خلال هذه العملية العسكرية سيكون هناك مشاركة أوسع لقوات خاصة جلبتها القوات الروسية إلى تلك المنطقة بعد أن استعصت عليهم المهمة لأيام خصوصا في ذلك المحور. ننتقل إلى موفدتنا أريج محمد من الحدود الروسية الأوكرانية. مرحبا بك أريج. استمعنا إلى رسالة أنس، ويبدو كأن هناك تحضر لعمليات عسكرية أو لتطورات أكثر قد تشهدها المعارك الميدانية. ما الذي يمكن رصده حاليا أريج لديك عند الحدود الروسية الأوكرانية؟ أين أنت تحديدا؟ ميشا، أنا موجودة في منطقة راستوف على الدون، وهي مدينة روسية جنوبية تبعد عن الحدود الروسية الأوكرانية نحو 200 كيلومتر فقط. بطبيعة الحال وبحكم قرب هذه المنطقة من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا، وفي ضوء التطورات العسكرية الأخيرة، تشهد هذه المنطقة حركة نزوح من المناطق الأوكرانية، ولاسيما مقاطعتي لوغانسك ودانيتسك، أيضا مدينة ماريوبول التي كانت
كانت تتبع إداريا لمقاطعة دنيتسك وفق دستور هذه المقاطعة، وهو ما تقوم به قوات هذه المقاطعة مدعومة من القوات الروسية حاليا بالعمل على استعادته أو استعادة الوضع الذي كان يحكم هذه المنطقة إداريا قبل عام 2014. طبعا هذه المنطقة، هذه المدينة ليست وحيدة في روسيا في المنطقة الحدودية، هناك أيضا بيلغراد، هناك مدينة كورسك الجنوبية الروسية، وأيضا المدن الروسية الأخرى المتاخمة لهذه المدن القريبة من الحدود، والتي تشهد حركات إجلاء، حركات إخلاء للمواطنين والمدنيين، أيضا بالتزامن مع ما تشهده مناطق أوكرانية أخرى. هذه الحركة ليست بجديدة على هذه المنطقة، كانت قد شهدت هذه المدن الروسية حركة إجلاء وإخلاء ونزوح للسكان من تلك المناطق، ولا سيما الشرقية أوكرانيا، في إبان النزاعات واحتدام التوتر مع القوات الأوكرانية خلال السنوات الماضية. لذلك هذه المنطقة وهذه المدن الروسية معتادة ربما على هذه المظاهر وهذه الحركة. على صعيد التحركات التي تتزامن مع أعلنته وزارة الدفاع الروسية المتهيئة، نحن نشاهد مباشرة عبارة تقل لاجئين أوكرانيين يغادرون أوكرانيا باتجاه رومانيا، الحدود الرومانية التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين الأوكران الراغبين بمغادرة الأراضي التي تشهد معارك ميدانية وأعداد غفيرة على هذه العبارة، وتحديدا هذه العبارة تعبر مضيق إيساكيا. أعود إليك أريج. نعم ميشا، كنت قد وصلت إلى أن هذه الحركة وهذه التحركات المدنية عبر الحدود مع روسيا تتزامن مع ما أعلنته بطبيعة الحال وزارة الدفاع الروسية من تهدئة اليوم تسري منذ الساعة 10 صباحا، وذلك وفقا للاتفاق المبرم بين الجانبين الروسي والأوكراني والمتمخض عن المحادثات الروسية الأوكرانية التي انتهت في وقت متأخر من يوم أمس، والتي اتفق من خلالها الجانبان على تسهيل مرور المدنيين عبر أكثر من وجهة، أكثر من طريق واتجاه نحو الأراضي الروسية والبيلاروسية. طبعا من بين المتجهين إلى الأراضي الروسية في هذه الوجهات منطقة ماريوبل التي كنت قد ذكرتها، مناطق لوغانسك ودانيتسك، مقاطعتي لوغانسك ودانيتسك، مدينة سومي، مدينة خاركوف، وقد تناقلت وسائل الإعلام المحلية العديد من الصور التي تظهر قافلات في منطقة سومي وحتى في منطقة خاركوف، حيث تم استقلها عدد من الطلاب المحتجزين الأجانب في تلك المناطق، والتي كانت الجهات الروسية قد اتهمت القوميين المتطرفين الأوكران كما تسميهم في وقت سابق بإعاقة مرورهم وعبورهم إلى الأراضي الروسية وحتى احتجازهم كرهائن في المناطق التي تشهد تحركات عسكرية. طبعا بطبيعة الحال ميشا، كما كنت قد ذكرت، ربما ينتظر في الساعات المقبلة وفي حال اكتمال هذه التهدئة وفي حال عدم إعاقتها بأي من المسببات أو الدواعي الأخرى أن تصل إلى المدن الروسية بالتزامن مع الوجهات الأخرى بما فيها الأوروبية الرومانية والبولندية وغيرها، أن تصل دفعات أيضا من المدنيين والمواطنين الذين رغبوا بمغادرة الأراضي الأوكرانية لأسباب العمليات الحربية. ننتقل الآن إلى الحدود البولندية الأوكرانية مع مفادينا أشرف سعد. أشرف، كيف تبدو الصورة لديك الآن سيما وأنك ترصد آخر موجات اللاجئين الذين يغادرون أوكرانيا عبر الحدود البولندية؟ بالفعل بولندا هي الدولة الأكبر في استقبال اللاجئين البولنديين، العدد تجاوز 1,000,000 لاجئ حتى الآن، وما زال هناك الآلاف متعلقين على الحدود بانتظار السماح لهم بالعبور عبر 8 معابر على طول خط الحدود البولندية الأوكرانية. نحن الآن في مركز لاستقبال اللاجئين، ربما تشاهدون الجهود الضخمة التي يقدمها المتطوعون في كل لحظة لهؤلاء اللاجئين. هذه ملابس حملها المتطوعون إلى هنا، وأغطية ومستلزمات للأطفال تساعد اللاجئين بعد رحلة طويلة أمضوها في العراء. ربما تشاهدون أن جلهم إن لم يكن كلهم من الأطفال والنساء وبعض الشباب اليافع وبعض الكبار في السن، النساء الكبيرات في السن. أيضا
في هذه الصورة كما تشاهدون الحافلات التي سيستقلها اللاجئون باتجاه المدن البولندية الأخرى التي تم إنشاء مراكز لاستضافة اللاجئين فيها في المدارس وفي الاستادات الرياضية، لأن قدرات المتطوعين على استضافة اللاجئين في منازلهم لم تعد كافية مع هذه الأعداد الضخمة من اللاجئين. بالتالي كان لابد أن تتدخل الحكومة البولندية وتشكل مراكز استضافة أو إيواء مؤقتة لهؤلاء اللاجئين، ريثما يتم تجهيز ما يمكن لاستيعابهم في المجتمع البولندي. هنا أيضا ما أماكن أخرى تقدم الخدمات للاجئين في هذا المكان الذي كان ساحة لتوقف السيارات. ربما تشاهدون مكانا لتقديم الوجبات الساخنة والمشروبات الساخنة لمساعدتهم على مواجهة هذا الطقس السيء. على كل حال هذه ربما تكون الصورة حاليا هنا في مدينة شيمشيل الحدودية القريبة من الحدود البولندية الأوكرانية. وننتقل أيضا إلى موسكو مع مفادتنا منى أبو دياب. منى، ماذا في آخر التطورات والمواقف الروسية، تحديدا المواقف السياسية؟ تابعنا ما يجري في الميدان على الحدود وبما خص فتح الممرات الآمنة الإنسانية، تفاصيل أكثر حول التطورات السياسية. نعم، لا جديد الكثير بشأن مواقف سياسية. حتى الآن كل الأحاديث مركزة على الممرات الإنسانية وعمليات الإجلاء. ما يمكنني إضافته لما أدلت به زميلتي على الحدود، زميلتي، فهناك اللغط وغير وضوح في بشأن الممرات الإنسانية وعمليات الإجلاء، لأن هناك زخم واضح في الفيديوهات التي ينشرها الجانب الأوكراني لعمليات الإجلاء. 35 حافلة تتجه من سومي باتجاه بلطافا، وهناك تأكيدات أوكرانية لحافلات تتجه إلى ماريوبل باستعداد إجلاء سكان ماريوبل إلى زاباروجيا، وفي ذلك تناقض مع الموقف الروسي الذي كان مصرا والذي كان قد اقترح على مدى الأيام الثلاثة لإجلاء سكان ماريوبل باتجاه روستوف نادانو ومدن روسية وبيلاروسية. ولكن هناك توافق أو ربما لا توافق، لأن الجانب الروسي تحدث عن ممرات إنسانية في 4 مدن 5 مدن، والجانب الأوكراني تحدث عن خطة إجلاء مختلفة وإصرار على إجلاء كل السكان، كل الذين سوف يتم إجلاءهم إلى مدن داخل أوكرانيا. هناك لننتظر، ما لأن هناك غير وضوح في بشأن كيف سوف تسير هذه الأمور وعمليات الإجلاء، وقد يكون ذلك نقطة من اللا توافق الذي تأكد عليه بالأمس وفد التفاوض الروسي في ختام المفاوضات التي عقدت بين موسكو وكييف. فكان هناك خيبة أمل أكد عليها الوفد الروسي، وكان هناك تأكيد غير واضح على أن المفاوضات سوف تستمر ولكن دون تحديد موعد الجولة الرابعة. قد يبقى ذلك مرحلا إلى نتائج المباحثات المرتقبة بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأوكراني في أنطاليا. لننتظر، لأن هناك فعلا هناك غير وضوح حتى بشأن الممرات الإنسانية وكيف سوف تسير خلال اليوم هذا اليوم. نعم، شكرا لشبكة مراسلين جميعا من موسكو مفادتنا منى أبو دياب، ومن الحدود البولندية الأوكرانية مفادنا أشرف سعد، أما من الحدود الروسية الأوكرانية مراسلتنا أريج محمد، ومن مدينة الفيف في أوكرانيا مفادنا أنس الصبر.